أستاذ أحمد، يعني إحسان عبد القدوس كان مبدع إنسانيا كمان على المستوى الإنساني، بشهادات من عاصروه كانوا رموز كبار في الكتابة والأدب. يعني نجيب محفوظ تحدث بشكل مباشر وقال إنه يعني كان صاحب فضل. يوسف إدريس قال إنه أول مجموعة قصصية اللي هي أرخص ليالي من شجعه لنشرها هو الكاتب إحسان عبد القدوس، وأسس ما يعرف بالكتاب الذهبي اللي هو فتح الباب والطريق أمام كتاب كتير جدا. شايف هذا الإبداع الإنساني مع من نقول إنه معاصروه أو يعني منافسين ليه في الكتابة الإبداعية والروائية، كيف كان يتعامل إنسانيا مع محيطه؟ متحقق، لأن إحسان عبد القدوس يعني عندما بدأ رحلته في الأدب كان هو بالأول في شارع الصحافة، ده غير ان مدرسه روزا اليوسف نفسها هي مدرسه منح الفرص. صحيح. استفاد روزا اليوسف في ظل وجود احسان عبد القدوس، منحت الفرص لاعظم الاسماء، منحت الفرصه للاستاذ احمد بهاء الدين، منحت الفرصه للاستاذ يوسف ادريس لكتابه الخطيره لاول مره في حياته، منحت الفرصه للدكتور مصطفى محمود يعبر عن افكاره، منحت الفرصه لصلاح جاهين، منحت الفرصه لجيل من العظماء، عبد الرحمن اتكلم على طبيعه تكوين مرحله بشكل او باخر.